كلميني عن مشاركتك بكره في انترناشونال فاشن اوورد 2020، وهتقدمي كم قطعه وايه الالوان اللي هتقدميها بكره؟ انا مبسوطه جدا ان انا هنا، وبكره هقدم 8 قطع من اللباس التقليدي الجزائري، الكراكو والبدرون. والالوان اللي استعملتها، استعملت الزهري والرمادي، يعني خرجت شويه عن المألوف. احنا في الجزائر تقريبا قطع اثرت تقريبا موحده في الالوان والقصات، انا بقى حاولت اخرج عن المألوف وعملت قصات جديده عشان تناسب كل ست، وكمان غيرت شويه في الالوان التقليديه وحطيت اكيد شغل التقليد الجزائري فيها، تطريز وحاجات هاند ميد، بس حاولت اعملها بطريقه مش اوفر قوي عشان ما تبقاش تقيله جدا، وكمان ما تبقاش مكلفه. مناسبه للمحجبات؟ اه اكيد، انا عملتها مقفوله شويه عشان تكون راقيه وبتناسب كل ست. شرفتينا.